بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضور الكرام وبجميع طلبتنا المتميزين في سلسلة من ورش اختبارات الذكاء التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة دائرة الرعاية العلمية حسب توجيه وإشراف المدير العام الدكتور المهندس أحمد سعد علياوي المحترم. سيكون موعد الورشة في كل يوم من الساعة 7 إلى 8 مساء من الأحد إلى الخميس مع نخبة من الأساتذة الكرام وكل ما يخص اختبارات الذكاء. نرحب بالمهندسة كوثر داود، ماجستير هندسة وأحد موظفي دائرة الرعاية العلمية التي تتفضل، مشكورة بتقديم ورشة هذا اليوم لأحد محاور اختبارات الذكاء الشكل المتمم. بس أحب أن أنوه أنه سيتم نشر جميع ورشنا على اليوتيوب وأيضا ملف كل ورشة على التليجرام خاص بدائرة الرعاية العلمية مع الأسئلة التي نشرها بعد كل ورشة عند تمام الساعة 9 مساء، وأي رابط يرسم قبل بعض المشتركين إدارة المنصة غير مسؤولة عنا. نترككم مع ست كوثر، نتمنى لكم أقصى الاستفادة. أهلا وسهلا ست كوثر. أهلا وسهلا بيش سلمى. طبعا أحب أشكرك على مقدمة جميلة، وأحب أشكر جميع الحضور لورشتنا اللي راح تتكلم على برنامج من برامج الذكاء اللي هي الأشكال المفقودة أو متسمى بالأشكال المتممة. تمام، إحنا يعني فيما سبق إنه إحنا شرحنا على الشكل المفقود تمام في محاضرة من محاضراتنا، وذكرنا إنه إحنا الشكل المفقود راح يعتمد كحال على حلوله، إنه يعتمد بصريا، يعني أنا خلال النظر للسؤال تمام ما أحتاج إنه أنا أفكر، وهذه فقط إنه أنا أنظر للسؤال نظريا ممكن انه انا اجد الحل وانا دبوح السؤال. طبعا يعتبر هذا الجزء او القسم من الاقسام الذكاء جدا ممتع وجدا سهل، فراح نتطرق للاسئله تمام، وراح نشرحها سويه، وارجوكم تكونوا متفاعلين وياي ضمن الشات. تمام، راح ندخل الاول سؤال. السؤال يقول ما هو البلاط المفقود؟ مثل ما تلاحظون احنا هنا عندنا مربع معين تمام بعدة أشكال هندسية. زين، مثل هذه الأسئلة شوية تكون أسئلة يعني بها تركيز أكثر، إنه إحنا شلون راح ممكن نحلها. زين، هو الأشكال المفقودة إحنا ذكرنا فيما سبق إنه تعتمد على إنه إحنا ننظر للشكل، تعتمد على شغلتين، يعني أما يعتمد على الشكل يعني شكل المقسم الهندسي، أو ممكن تعتمد على عددهن. زين، او تعتمد على حركتهن، او ممكن تعتمد على يعني مكان الشكل الهندسي. فراح نيجي نلاحظ احنا هنا سويه تمام، هنا عندنا احنا هذا الشكل، هذا الشكل ده تلاحظوا مثل ما اشرتكم اياه باللون الاحمر، هذا الشكل هل هو موجود؟ احنا من نلاحظ نشوف مربع عندنا، راح نيجي نبوع على صف صف تمام، صف صف. فنيجي على اول صف عندنا هذا الشكل الهندسي اللي هي دائرة داخل علامة الزائد، هل هو موجود داخل هذا البلاط الموجود عندنا قدامنا؟ ما موجود. زين، نجي نشوف هذا المربع، زين هذا المربع هل هو موجود هنا داخل المربع؟ اي هنا أنا موجود تمام. زين، هذا المثلث اللي تحت نقطة رأسية وعلى في نقطة رأسية تمام، المثلث وين موجود؟ موجود هنا طبعا، موجود هنا وموجود هنا. زين، المثلث اللي يكون خالي من اي اضافات وين ممكن موجود؟ ما عندنا، هذا ايضا ما موجود تمام. زين، خلال هذا الصف اللي احنا جينا شفناه اكو شيء وصلنا الحل؟ لا، ماكو شيء وصلنا الحل. اذا انه احنا هذا احنا راح نيجي نكنسله، نيجي نعبر على الصف الثاني. نلاحظ هذا المثلث موجود، ذكرنا انه احنا موجود هنا وموجود هنا، هو موجود هنا تمام وموجود هنا. بعدها المثلث هذا احنا ذكرنا ما موجود. زين، هذا موجود. المربع موجود وين؟ موجود هنا. زين، هذا وين موجود؟ موجود هنا تمام. خلينا نمسح، نجي على سطر سطر حتى ما تصير علينا هوسه تمام. بس احنا قلنا باول سطر انه احنا ما وصلنا الحل، نجي على السطر الثاني تمام. فراح نلاحظ هذا السطر موجود هنا وموجود هنا تمام، هذا موجود هنا،
هذا وين موجود؟ موجود هنا. فخلال التقاطع اللي احنا سويناه بديهيا دا تلاحظون انه هذا دا تصير حركة عكسية، يعني هذا الشكل تمام وين دا يكون؟ دا يكون بحركة عكسية ويا اخر صف، وهذا دا يكون بحركة عكسية. حركة عكسية قصدي انه يتجه بالاتجاه المعاكس يا اخر صف. فاحنا بديهيا بديهيا وبصريا راح نقول انه هذا وين راح يكون؟ هنا. اذا احنا هذا الصف وصلنا لنقطة حل، يعني هسه احنا خلال العفو الخيارات راح يكون شنو الخيار اللي يكون اسفل؟ اريد تكتبوا لي بالشات شنو راح يكون؟ راح يكون هذا الخيار تمام. بس احنا لحنا نريد نتأكد هو اوكي احنا بديهيا حلينا واستنتجنا وقاطعنا وشفنا، زين خلي نشوف باعتبار انه هذا الصف اتقاطع ويا الصف الاخير، زين خلي نشوف حنا صح لو مو صح عن طريق انه الصف الاول اللي ما شفنا بيه حل انقاطعه ويا هذا الصف. زين خلي نمسح كم شغلة على مود انه احنا نركز على الحل تمام. نختار غير لون حتى نشوف. اختار اللون الأصفر تمام. هسه احنا شعدنا هنا راح نجي نقاطع. هسه هذا وين راح يكون حسب هذا؟ هذا وين راح يكون؟ راح يكون هنا. زين لا العفو احنا ردنا نقاطع هذا ويا هذا تمام. زين قلنا قاطع هذا ويا هذا باعتبار انه هذا تقاطع الصف الثاني ويا الصف الاخير. زين فهذا الصف، زين هذا كان هنا. اذا المثلث وين راح يكون؟ يكون صف هذا المثلث اللي اعلى نقطة رئيسية راح يكون هنا عندنا، راح يكون عندنا داخلها علامة يعني خيارنا كان صحيح مو صحيح اللي هو الصح اللي هو السي. عفوا اذا هنا جوابنا راح يكون صحيح تمام. خلينا نشوف الجواب. اوكي الجواب اذا سي. أتمنى افتهمتوا هذا السؤال. طبعا هذا السؤال شوية يحتاج إلى تركيز كوش، يعني كوش هواية إنه إحنا نجي نشوف أول صف ولما يتقطع ويا أي صف، نشوف الشكل الهندسي وين ممكن متكرر تمام. فركزوا على مثل هيجي أسئلة يجيكم على بلاط أو مربع داخل أشكال هندسية وداخل جزء مفقود، أنا هنا مثل هيجي أسئلة أنا أجي هنا أقاطع اشوف الاشكال وين ممكن ان هي متكرره وين هي ممكن تكون، يعني هو دائما هيك السؤال تكون فكرته هيك فكره تمام. فهذا الشيء انتبهوا عليه. انا حاولت ان اجمع لكم افكار كل محاضرات مختلفه عن المحاضره اللي قبلها. السؤال او الفكره الثانيه هنا ايش بيقول؟ بيقول انه عندي مربع كرسوية شنو الجزء المفقود؟ هذا يعتبر من أسهل الأسئلة، فأريدكم تجاوبوني بالشات شنو من خلال ملاحظتكم. أنا قلت لكم إنه الأسئلة خلال شنو من خلال النظر تكون جواب سهل، فهذا السؤال كلش سهل. تركزون على الطريقة اللي قلت لكم بيها إنه إحنا نجمع على صف صف تمام. زين إحنا هذا الصف بيه مثل استفهام، وين راح يكون احنا جوابنا واعتمادنا؟ يكون على الصف اللي قبله تمام. فهنا عندنا دائرة سوداء محاط بدائرة، دائرة سوداء ومحاط بدائرة بيضاء، معناها انه هو حذف الدائرة الخارجية تمام. يعني بقى دائرة واحدة محاطة بالفعل. هنا احنا ايش كم
دائرة عندنا وحدة اثنين ثلاث ودائرة وحدة سودة. فمن يا شاطر يقول لي أي خيار من هذه الخيارات؟ احنا راح نيجي نستبعد شنو اللي ممكن يكون مثل ما علمتكم بعيدة. هنا يكون عندي دائرة سودة محاطة بدائرتين بيضة، اللي هي يا هي دائرة سودة هذني، هاي دائرة محاطة بدائرة واحدة، هاي ماكو أصلا دائرة سودة، هاي هنا أصلا ماكو دائرة بيضة، هنا بس دوائر بيض، فكل إن إحنا نستبعدهن تمام. فراح تكون عندي يا أما أي يا أما بي، فيا هو يكون أي أو بي، نقول يا هو يكون يعني الجواب الصحيح. اكتبوا لي بالشات، اللي يقول أي يعني الجواب راح يكون غلط. ليش؟ لأن الأي هنا تشوفون إنه هو شكله متغير، يعني الدائرة السوداء يعني صاير حجمها أصغر. إحنا بالصف الأول تغير حجمها الدائرة السوداء؟ لا ما تغير، بس مجرد إنه هو شال الدائرة الخارجية وحطها اللي بصفها. إذا شو راح يكون الجواب؟ راح يكون الجواب بي. أوكي؟ جواب بي، لأن هو نفس الرسمة فقط شايل الدائرة الخارجية. شوف جوابنا وشرحنا صح، جوابنا صحيح، إذا الجواب بي تمام. وأنا هم كتبت لكم في التعليل ليش يكون الجواب حسب الشرح اللي شرحنا. زين خلنا نعبر على فكرة سوية ثالثة. هنا نجدي يكون عندنا هنا هم يحتاج إنه أحد شوي يركز تمام، يعني مو فد شيء يكون مثل السؤال اللي قبله يكون سهل. هنا عندنا احنا مثل ما تلاحظون اقواس مفقود دائره، او ممكن نقول دائره مفقود منها ربع دائره، وممكن بحركه معينه باحجام معينه. زين هسه احنا بالبدايه من نجي نحل او من نريد نجي نختار الخيار الصح، احنا رأسا نباوع على السؤال نهائي. من تدون تحلون ما تباعون على الخيارات، لأن الخيارات راح تشتتكم تمام. فتجون تباعون فقط على السؤال، ومن خلال السؤال احنا نيجي نفكر بالجواب، نفكر بالجواب، نحله على صفحة، نشوف هذا جوابنا إذا صح نشوفه موجود بالخيارات، إذا موجود بالخيارات احنا رأسا نختاره. مو نجي انه احنا رأسا شفنا السؤال نبر على الخيارات، لا انا ويعني نختار عشوائي، لا نبوع بس على السؤال. من السؤال احنا بالاشكال المتممة هو حاط لك الجواب، نص السؤال حاط الجواب، اكو شي يقول انه فهم السؤال نصف الجواب. انا اذا فهمت السؤال شلون دا يكون اصلا راح اعرف شنو الجواب. فراح نجي هنا دا نشوف بداية نشوف الاحجام، دا نشوف انه الاحجام دا تختلف، فهنا دا يكون حجم اكبر تمام، وراه انه الحجم دا يصغر حجم معين، وراها هم ذي صغر. زين فهذا شنو معناها؟ معناها انه هذه القوس وراها اصغر وراها اصغر، هذا الشيء احنا عرفنا. وراها اذا هذا يا حجم، هذا حجم اكبر، هنا هذا نفس هذا الحجم، وهذا عفوا نفس هذا الحجم. إذا بديهيا علامة الاستفهام مش راح تكون حجم، راح تكون عافية بالحجم، يعني هنا نحن كل ثلاثة دي يتغير حجمهم. إذا أنا هنا أنا رأسا عرفت قبل ما بوقع الجواب والخيارات إنه هنا أنا ممكن علامة الاستفهام راح تكون القوس اللي يكون حجمه كبير تمام. أني أجي هنا أستبعد شو قوس يكون حجمه مو نفس الحجم، أكبر حجم. فشنو أكبر حجم عندي أني؟ السي والأي تمام، السي والأي. فأني هسه شنو أختار؟ شنو تتفكرون؟ يعني بدكم تفكرون شنو اللي الجواب راح يكون، هو الأي والسي اللي راح يكون الخيار سي. ليش مو اي؟ الاي راح يكون حركته، خلينا نجي نشوف ليش مو اي. هنا بدك تلاحظون انه هنا عندنا احنا قوس، ورا هذا القوس اتحرك مع عقارب الساعه بدرجه معينه
تمام اللي هو صار هذا، وراها تتحرك بدرجة معينة تمام مع عقارب الساعة. إذا دا يتحرك مع عقارب الساعة بدرجة 45 يمكن، فده إحنا بغض النظر عن الحجم، إحنا الحجم ناقشناه وعرفنا إنه حجم أكبر أصغر أصغر تمام. فهنا إحنا نختار الحجم الكبير، وقت حركة القوس، حركة القوس راح تكون للأعلى فتحة القوس وللأسفل تمام. أنا قلت للأسفل، ليش قلت للأسفل؟ لأن إذا حطيناها للأعلى راح تكون مشابهة، خلي أقول لكم الشيء، إنه هي راح تكون مشابهة لمن؟ إذا حطيناها لفوق من يقول لي؟ راح تكون مشابهة للحجم الوسطي، وهذا الشيء غلط، لأن إحنا قلنا ده يتغير بحركة معينة، 45 وراها يتغير، وراها يتغير. تمام، ما من المعقول انه اني احط حركتي الحجم الكبير نفس حركة الحجم الوسط، لا، فراح يكون الجواب سي. من جوابني شرحنا يكون صحيح. فمثل هيك اسئله تقسو احجام على مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة، فهذا الشيء عم تنتبهوا له. بس انتم كنتوا تجون تحلون تقسمون افكاركم، يعني مو انا رأسا اجي اشوف انه ها شنو هاي الاقواس كلش هواية وشو حركتها مدري شلون واحجام، لا، اول شيء نلاحظ على الحجم، شوفي الاحجام نحطها على صفحة، نقول هنا احنا بيننا وبين نفسنا انه الحجم المفروض هنا يكون الحجم الكبير، بعدها نجي نشوف حركته ونشطب خيار يكون اصغر متوسط، لان احنا راسا عرفنا الحجم يكون كبير تمام. وراها نجي نفكر بالشغلة اللي بعدها اللي هي حركته تمام. نختصر او نقتصر للخيارات، راح خيارين او مثل السؤال الاول، راسا يطلع لنا جواب من اول فكرة بانة زين. فنحن عندنا خيارين مناسب انه تكون انه للاعلى وتكون نفس الحجم الوسطي تمام، اختار الحرف سي. أتمنى افتهمتوا الأفكار وطرق الحل زين. مثل هذا السؤال احنا عرضناه بأول محاضرة إنه بشكل متمم، لكن هاي من الأسئلة اللي شوية تشد الطالب تمام، وشوية إنه تدوخكم، فأنا حبيت إنه أعيده وأكرره مرة ثانية محاضرتنا الثانية بالشكل المتمم تمام. مثل ما تلاحظون هو حاط لنا شروط وحاط لنا يعني دوائر واشكال هندسيه، يعني شويه السؤال يكون يعني بيه كوما افكار، ويعني واحد يشوفه يدوخ. فنحن ايش يقول؟ يتم نقل كل سطر ورمز يظهر في الدوائر الخارجيه الاربعه اعلى للدائره المركزيه. هنا احنا عندنا اربع دوائر خارجيه تمام، وداخلها اشكال هندسيه، وعندنا دائره مركزيه زين. فيقول كل شكل وكل سطر او كل رمز هندسي يتم نقله للدائرة المركزية اللي هي علامة اللي يريد ننقل بالاشكال الهندسية اللي داخل الدوائر الى هذه الدائرة، ونشيل علامة الاستفهام، لكن تحت شروط معينة تمام، اللي هي هاي الاربع شروط. يقول اذا ظهر الشكل مرة واحدة يتم نقله، اوكي، مرة واحدة. مرتين يقول من المحتمل، يعني ممكن ننقله او من ننقله نترك هذا الشيء. ثلاث مرات ايش يقول؟ يتم نقله، اذا ثلاث مرات شنو؟ ننقله. اذا يظهر اربع مرات ما ننقله، يعني ما نحطه بداخل الدائرة المركزية. نيجي نشوف شكل شكل، عندنا هاي الشكل الوسطي، الدائرة الوسطية العفو، كم مرة ظاهرة؟ ظاهرة هنا مرة، وهنا مرتين تمام، وهنا ثلاث مرات. إذا ثلاث مرات ايش يقول؟ يتم نقله. إذا أنا هنا راح أجي أحط دائرة وسطية، ما بوعد على الخيارات، بس أني دا أريد أحل حسب السؤال، أريد أفتهم السؤال حتى أجي أحله. وراه نيجي على الدائرة البيضة تمام، مش كم مرة؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. مش دي يقول أربع مرات ما ننقله، إذا هاي الدائرة إحنا نكنسلها ما نستخدمها. بعد نيجي حرف التي،
حرف التي كم مرة ظاهر؟ ظاهر مرتين، تمام؟ ظاهر مرتين. إذا هنا احنا نحط حرف التي، بعدين هم نتناقش على هذا حرف التي. اكو بيه فد نقطة معينة نسولف بيها، تمام؟ وراها شنو هنا نشكو بعد هذا احنا ناقشناه والدار ناقشناها، هذا ناقشناها والدار ناقشناها، نيجي على آخر دائرة، أكو دائرة سودة، دائرة سودة بس هنا أنا موجودة، تمام؟ زين، وراها عندي حرف الود مقلوبي، هم بس هنا ظهر وايد دائرة، إذن إحنا راح نحطه هنا لأن ماكو مكان، تمام؟ فإحنا هسه نجي من حلينا نجي نشوف حلنا موجود بالخيارات لو ما موجود. هنا أنا مثل ما تلاحظون قبل ما نشوف جواب، هنا أنا ماكو حرف تي، زين؟ فأنا حرف تي أشطبه، ليش أشطبه؟ هو دي يقول إذا مرتين من المحتمل أن يتم نقله، زين؟ أنا نقلته بس هو ما حاط لي إياه بالخيارات، فأني ما تيه على نفسي أوخره، من هو حاط لي إياه بواحدة من الخيارات، يعني باعتبار أني ما عندي ولا جواب من الأجوبة، فما ألخبط على نفسي أشيله، بس أنا حطيته على مود إنه أطبق لكم الشروط، وقلت لكم بعدين نتناقش بيه، نتناقش بيه وإحنا ما موجود ضمن الخيارات. إذا ما أخربط على نفسي أشيله، لأن هو ما حاطه بالخيارات. إذا مش بقى عندي دائرة وسطية وهاي الطوبة السوداء وحرف الواي المقلوبي موجودة، دائرة وسطية اللي هو هذا وحرف الواي المقلوبي والنقطة السوداء، يعني ما نقلت نقطة بيضة، هاي أول شيء ظهرت 4 مرات، فهذا الشيء ما من الممكن أني أختاره، تمام؟ هذا هو الجواب، بس ما في إشارة تكون 3 مرات اللي هي الدائرة الوسطية ما حاطة، فهذا الشيء هم مو من الممكن، إذا حيكون الجواب هو إي، تمام؟ هاي السؤال اللي حبيت إنه أذكره بهذه المحاضرة لين شوية هم بفكرة. زين، نجي للسؤال أو الفكرة الخامسة. إذا تلاحظون هنا عندنا مربع، تمام؟ داخله دوائر بيضة ودوائر سوداء، فأنا قلت لكم من تلاحظون عندكم مربع، من عندي أنا مربع، تمام؟ وداخل المربع ممكن أن يكون أي رسوم هندسية، دوائر، أي رسمة، فأني أجي شو أسوي؟ أجي بروح على صف صف، تمام؟ صف صف حتى ما أخربط على نفسي. زين، راح نيجي نلاحظ هنا أنا عندي شكل هندسي للسؤال الأول، أجي أقول إنه هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا، لا، إحنا كلهن أصلا دوائر وكلهن يتشابهن، صح لو مو صح؟ شنو اللي دا يصير أصلا؟ إحنا نجي نبارك شنو اللي دا يصير؟ أكو فد مكان معين إنه هو ظاهر بكل الأماكن؟ لا، لا، شوف إنه الدوائر صورة عشوائية، تمام؟ ودوائر بيضة هم عشوائية. إذا ما راح يعتمد على الموقع ولا راح يعتمد على التقاطع والتشابه، إذا مش راح يعتمد، راح يعتمد على العدد، نجي نبوع على هذا العدد أول صف، هنا ايش كم نقطة عندي سودة؟ 2 3 4 5، ممكن أنا يعني طرأت في بالي هيك فكرة، قلت خلي أشوف الأعداد، لأن يعني لا عندي أشكال هندسية ممكن أقاطعها أني بالمربع، ولا عندي فد فكرة لوخ إن حاط لي شروط أو هيجي شيء، أو عندي أشكال معينة، مجرد دوائر سوداء وبيضة، زين، وما حاط لي إنه هو استنتاج، يعني هنا حاط لي مثلا آز إنه شنو الجواب مالته، إنه وحاط لي هنا فد كليشة معينة، أو هي فقط إنه هو حاط لي ممكن يعتمد على، هنا عندي 5 بيضة، العفو سوداء، وش كم وحدة بيضة عندي؟ هاي 2 هاي 3 هاي 4، 4 بيضة. نشوف هاي فكرتنا، ممكن نطبق على الصف اللي بعده، هنا عندي 2 3 4، إذا عندي هنا 4 أبيض، الأسود ايش قد عندي؟ 1 2 3، هاي نسيتها 4، هاي نسيتها 5، أوكي؟
إذا فكرتي صحيحة، يعني هي طبقت بأول صف وطبقت ثاني صف. يجي هنا على علامة الاستفهام، عندي كم وحدة بيضة؟ وحدة، 2، 3، 4، إذا 4 بيضة مفروض. فمن نقول يا هو جا جواب اللي تكون بي اللي يكملي هذا المربع. أنا بديهين راح أجي أشطب شكو أبيض، لأن أنا الأبيض أصلا متحقق عندي، فما أحط أنا أبيض ويصير عندي هنا الأبيض 5، أو الأبيض يصير عندي هنا 6، لا أنا إذا 4 وبطبق 4، أنا أصلا عندي 4، فراح أحتاج بس النقاط السودة، يعني بس هذا الخيار، لأن كلهم بيهن أبيض. تمام، فحيكون جوابنا هو أي. وهذه هم فكرة من أفكار الشكل المفقود. زين، بس هنا أنا عندي شكل سداسي، مثل ما شرحت لكم هذا السؤال اللي كان هو السؤال الخامس. تمام، يعني السؤال السادس ما قلت لكم إن أنا ما حاطة النقاط ودريد نستنتج شكل معين. تمام، بهنا نشوف إن هنا عندنا إحنا شكل سداسي، صح لو مو صح، وداخله هم دوائر بيضة ودوائر سوداء، يعني ما عندي لا تقاطع ولا أشكال هندسية، كل حل لي يعتمد على هذني الدوائر. زين، ده تلاحظون هنا إنه هن أماكنهن عشوائي مثل السؤال اللي قبله، لا شكلهن مو عشوائي، مواقعهن العفو مو عشوائي، يعني مواقعهن متسلسلة، كل زاوية محطوطة دائرة. بس اللي ده يفرق إنه كل شكل سداسي محطوط هنا مثلا بيضة بيضة بيضة، هنا سودة بسودة. زين، وقال لي من هذني الثلاثة، تمام، أريدك تستنتج لي هذا الشكل، إذا راح يكون اعتمادي وجوابي على هذا الشكل. زين، هذا الشكل هنا أنا عندي نقص محاط، احنا قلنا بكل زاوية وهنا أنا محاط، ليش محاط؟ خلينا نجي نستنتج. يجي على أول دائرة اللي هي هاي الدائرة البيضة، نجي نشوفها هنا أنا وين موجودة، بعد عندي هاي الدائرة البيضة، وهنا عندي دائرة بيضة، وهنا دائرة سودة، وهنا دائرة بيضة. طبعا is to يعني هنا استنتاج، يعني هو معتمد هذا الجواب على هذين الثلاثة، فمن هذين الثلاثة هو مستخرج هذا الشكل الأخير. هنا شنو صاير؟ ماخذ الدائرة البيضة، يعني مكنسل الدائرة السوداء، ما وصلت الحل. أنا توصلت الحل؟ لا، ما عرفت أنا ليش أصلا أخذها، أخذ بس البيضة. نجي على بعده نشوف هنا اللي بصفها، هنا دائرة سوداء، هنا دائرة سوداء، هنا دائرة بيضة، هنا ما أخذ البيضة، أخذ السوداء. فهنا ايش دا افكر؟ دا افكر انه هنا احنا عندنا الابيض ايش كم مرة؟ هاي مرة وهاي مرتين، والسودة ما اخذها، باعتبار شنو؟ باعتبار انه الدائرة المتشابهة مرتين بيحولها. تمام، هسه انها ظهرت مرتين، وين دا يسوي؟ دا يحولها. هنا هم تلاحظون هنا عندي سودة وحدة، وهنا عندي سودة وحدة، صارن 2، هم حولها ولغى البيضة اللي ظهرها مرة واحدة. إذا فكرتنا شنية؟ صحيحة. تمام، نجي نطبقها على الكل، خلينا نجي نطبقها. تمام، إذا أنا شنو عندي؟ مرتين ظاهر، هنا أنا عندي مرة مرة، إذا إيش راح ناخذ؟ السودة، نكنسله، حطينا هنا السودة. تمام، هنا عندي مرة مرة بيضة، إذا راح نكنسل السودة نحط بيضة. هنا عندي سودة مرة، وهنا سودة مرة، البيضة نكنسلها نحط السودة. زين زين، بعدين نجي نتناقش باللي مو موجود. هسه هنا عندي بيضة، السودة ناخذ هنا السودة راح تكون متكنسلة، البيضة ظاهرة مرتين، إذا لحد الآن فكرتنا صحيحة، أخذ البيضة. قاعد شنو هاي الفوارق اللي هنا اللي هي ما موجودة أصلا؟ نيجي نشوف ليش ما موجودة. هنا عندي سودة سودة سودة، يعني إذا ظهرت 3 مرات إحنا شو نسوي له؟ ما نقوله أصلا. بيضة بيضة بيضة، ما نقله. هسا أنا لحد الآن ما بوعد جواب ولا أعرف شنو الجواب، بس دا أستنتج السؤال شلون من هذني الثلاثة
تمام، هو استنتج لي هذا الشكل، يعني عرفت صح لو مو صح. إذن هستاني راسين أجي أعرف من هذني الثلاثة شنو ممكن أني أنقل. فشنو ممكن أني أنقل؟ قولوا لي اللي ظاهر مرتين ننقله، واللي ظاهر 3 مرات ما ننقله. يعني هسه احنا هم اوكي نجي نشرحها سوية. لو احنا شرحنا هنا عندنا السود كم مرة ظاهر، هنا مرة وهنا مرة، تمام، هذا نكنسله. بس هنا نجي نحط تمام. اذا هنا نحط احنا سود، يعني هاي النقطة اللي هيجي يعتبروها سود، هي حمرا. تمام زين. هسه انا يعني عندي سودة بسودة بسودة، لان شو اسوي انا اصلا اكنسل هذا المكان، راح يكون فارغ اللي هو هنا. انا راح احط لكم خط يعني يكون فارغ. زين انا عندي بيضة بيضة بيضة، اذا انا راح يكون عندي خط فارغ. زين سودة بيضة بيضة، اذا انا راح نكنسل السودة، حط هنا بيضة. بعد شو عندي هنا؟ عندي بيضة سودة بسودة، إذا البيضة راح تتكنسل، راح تكون هنا سودة، تمام. وراها عندي بيضة بيضة هم بيضة، هنا راح يكون مكان فارغ. إذا إيش عندي؟ سود 2 ووحدة بيضة، اللي هو جواب. الجواب راح يكون بي حسب الرسمة مالتي، تمام، اللي هي بيضة 2 سود بنفس المواقع. انتبهوا ها، نفس المواقع بنفس الأركان والزوايا الشكل السداسي. فهذه هم فكرة، تمام، تختلف عن ذيك الفكرة اللي كان مربع بدوائر سوداء ودوائر بيضاء، والدوائر السوداء والبيضاء أشكال يعني مواقع مختلفة، فراح تعتمد على العدد. وما حاط لي آز إنه هو استنتاج من شكل معين. زين خلينا نجي نشوف هاي الفكرة. هسه بقى السؤال الخامس والسادس وهذا السؤال السابع، يعني تحسوهن انه هن انه هن اشكالهن متشابهة بس افكارهن مختلفة، تمام. يعني السؤال الخامس كان عبارة عن مربع، وهذا المربع بدوائر سوداء وبيضاء لكن مواقعهن مختلفة، اعتمد على العدد. السؤال السادس لا، انه هو انطاني 3 رسومات سداسية هم بيهن دوائر سوداء وبيضاء لكن استنتاج معين، مواقعهن ثابتة. زين هذا نيجي السؤال السابع نشوفه سوية. هم اوكي منطيني مربعات ودوائر فقط سودة، ما عندي بيضة. بس هنا السؤال راح يكون شوية يعني نطوع على شو اسمه الخيارات. ليش؟ لان اني هنا مثلا اجيت حطيت السؤال قلت هسه اني ما اعرف مواقعهن، انه اوكي هو شكل مش متشابه زين، والدوائر بس سودة، بس اكو مواقع تتغير. يعني مثلا هذا مرة صار هيك شكله، مرة صار هيك شكله، مرة صار شكله هيجي، تمام. فراح نيجي نطوع على مربع مربع، ومو مربع داخل مربعات صغار. فهذا هاي الدائرة بالسؤال اللي بالمربع اللي بعده شلون دا تكون؟ هي كانت هنا صعدت فوق، زين هنانة وين راحت بعد؟ راحت جوه. تشوفون وين راحت جوا. اذا بديهين وين راح تكون بالسؤال اللي بعده؟ تصعد فوق، تمام. وطبعا صار مو مربع، صار مستطيل، فراح تكون وين؟ راح تكون فوق. شلون عرفت؟ تاني عرفت عن طريق انه اني جيت خربطت على روحي الافكار، جيت بوات على مربع مربع. زين بوع المربع اللي مصفى، انه هو كان الدائرة فوق، بعدين الدائرة وين صارت؟ جوا. اوكي هاي فوق نزلت جوا، وراها راحت من هاي الاتجاه، زين اللي هي هاي هنا. اذا انا بديهين وين راح اتخيلها؟ فوق. ليش؟ يعني تمشي مع عقارب الساعة بركن ركن، اذا وين راح تكون؟ بهذا الركن دائرة سوداء. زين هسه انا عندي خيارات، خلي اجي اشوف على اول صف حسب اني حلي حتى اختصر. ايش راح يكون عندي؟ الدائرة السوداء تكون بهذا الاتجاه. زين هذا ما اشطبها، ما اريده. اوكي هذا ممكن، هذا ممكن، هذا اشطبه. زين انا اعتذر على هذا المربع طبعا،
أشوفه إنه هو يكون بالزاوية اليمنى الأعلى، تمام، أنا بالزاوية اليمنى الأعلى، جنبه على الدائرة الثانية السوداء اللي هي صايرة بالمربع اللي يكون الزاوية العفو هنا اليمنى الأعلى، هاي اليسرى الأعلى، إذا يعني تباوع إنه هاي دي تكون على اليسرى، وأنا أصلا ما أريدها على اليسرى، وهنا دي تكون على اليسرى، هم ما أريدها على اليسرى، هنا دي تكون على اليمنى، فأنا أصلا صار عندي الحل. إذا الجواب شنو هو؟ الجواب دي، زين، فأنا رأسا من أول صف أنا عرفت شنو الجواب مالتي. إذا رديت أتأكد أشوف الباقي إنه هذا وين كان الدائرة هنا وراها وين صارت، شوفوا تغيرت بهذا الاتجاه، وراها وين صارت رجعت بهذا الاتجاه، إذا جد تصير تصير الدائرة يمنى يسرى يمنى يسرى، إذا هنا شلون راح تكون؟ تكون يمنى، راح تكون هنا الدائرة حسب الجواب، وهنا دي صح. زين نجي نشوف هذه وين دا تكون تتحرك، تحركت منا، وين راحت؟ هي كانت هنا، حركها هنا، بعدها وين وداها؟ نجي نباوع، وداها فوق، تمام، صارت فوق، وراها وين راح تكون؟ هتكون يمني مع عقارب الساعة، تمام، مع عقارب الساعة. طيب قبل شوية انه اشرت على هاي الدائرة، المفروض اشر على هاي الدائرة من قلت يمنى يسرى يمنى يسرى، تمام، فهي تمشي عكس عقارب الساعة، فجوابنا هو دي، تمام. كتبت لكم شرح مفصل عليه. زين نشوف فكرة الأخ اللي هي فكرة السؤال الثامن، ماذا يأتي بعد الشكل الأخير؟ زي ما تلاحظون احنا عندنا شكل بيضاوي بحجم أكبر ويا شكل بيضاوي بحجم أصغر، تمام. زين بداية خلينا نجي نشوف الشكل البيضاوي الأكبر حجمه ده يختلف؟ لا ما ده يختلف. زين شكله أو حركته أو دورانه ده يختلف؟ لا، هو أصلا يعني حجمه نفس الحجم وشكله ده ياخذ نفس الموضع، يعني ما عندي غير حركة. إذا وين ده يصير التغيير؟ ده يصير التغيير فقط بالبيضوي، الشكل البيضوي الصغير، تمام. زين ايش ده يصير؟ حجمه نفسه، متفقين عليه نفس الحجم، لكن شنو حركته؟ هنا بتكون أعلى، العفو، داخل خارج، داخل راح يكون داخل، صح ولا مو صح؟ بس مبدئيا شكو شي خارج يعني عرفنا احنا دي يصير داخل خارج داخل خارج، عندي الحي، زين كان داخل صار خارج اللي هو هذا، تمام، وراها ايش دي يصير؟ صار داخل بحركة معينة، وراها ايش صار؟ صار خارج، اذا ايش راح يكون هذا هنا؟ راح يكون داخل الشكل البيضاوي، يكون بهذا بهذا الشكل العفو. زين هسه احد يقول لي ليش ما اخذنا هذا؟ اذا الخيار هو جواب اي. زين واحد يقول لي مثلا ليش ما اخذت اي؟ احد يقول لي ليش ما اخذت اي؟ تلاحظون اي حركتي من شان اعلى وشان هيك، صح لو مو صح بالسؤال؟ اخر شي بالتسلسل اللي هو هذا، تمام، زين جيت دخل شيء ما دخلته بدرجة 30 درجة، لا دي دخلته بدرجة 45 درجة، تمام، والدليل على هذا اللي هنا نتيجة دخوله بهذا التسلسل، انه هو دخل بشكل من الشكل الخارجي للشكل الداخلي بدرجة 45، تمام. فخلينا نشوف الجواب اللي هو تمام، يتحرك بدرجة 45. شلون عرفت 45؟ عن طريق هذا الخيار. زين نيجي على الفكرة التاسعة، يقول أي دائرة يجب أن تحل علامة الاستفهام؟ عندي دائرة كبيرة وبداخلها دوائر صغيرة، والدوائر الصغيرة دائرة صغيرة، والدائرة دوائر، زين يعني دائرة بنص دائرة بنص دائرة، وبداخلها دوائر بيضاء وسوداء،
زين، راح نيجي نشوف شنو ممكن يكون مشابه شنو. اعتمدنا على العدد، اعتمدنا على الحجم، على الحركة. أنا ما عندي يعني حركة ولا عندي بشكل يعني أشكال هندسية، مجرد دوار. أقدر أعتمد على العدد؟ لا، ما أقدر أعتمد على العدد. هاي أعتمد على العدد فقط بالأسئلة تكون مربع. زين، فهنا نحن نعتمد على الاتجاه. مثلا عندي أنا يعني هذا يكون شكله موجود، اللي هي دائرة سوداء تكون قطبية ودائرتين رأسية. إيه هذا، بس شنو إنه هذا راح يكون على هذا يكون على يمني. زين، بعد عندي هذا الدائرة، هنا عندي نص بوسط دائرة سوداء ودائرتين رأسية بيمني. أكو هيجي شي إيه، هذا هنا عندي يمني، هاي نفسها يسرى، هذه نفسها اليمين، هاي يسرى يمني. اذا هي هاي وين مالتها الشبيهة؟ هسه هاي هنا احنا عندنا يسرى، شبيهتها اللي تكون يمنى، اللي هي سودة تمام، بيضة بيضة، والبيضة مالتها تكون هنا، اللي هي جواب اي. زين، يعني هي البديل مال هذه بغير اتجاه. هاي فكرة من الأفكار. زين، عندي هذا السؤال اللي هو السؤال الأخير والفكرة الأخيرة. عندي هنا أنا مربعات تمام متسلسلة. إذا هنا أنا إيش عندي؟ عندي هنا أنا متسلسلة، سؤال عبارة عن متسلسلة. شنو داخل كل مربع؟ عندي داخل كل مربع مثلث وربع دائرة. زين، هنا أنا هم نفس الشيء، هم عندي دائرة ومثلث، هنا هم عندي ربع دائرة مثلث، نفس يعني نفس الموجود بأول شيء موجود بالثاني، موجود بالثالث، موجود بالرابع. إذن على شو اللي يصير عندي؟ يصير عندي الحركة. مثلا هنا عندي أنا ربع الدائرة، نجي على شكل أنا عندي 3 أشكال، ربع دائرة ومثلث ودائرة سوداء. زين، الربع دائرة وراها وين صارت؟ صارت فوق، وراها تحول. إذن هاي شو معناها؟ معناها تمشي مع عقارب الساعة. يعني هنا أنا أول شيء كانت هنا، بعدين صارت بهاي الزاوية، بعدين صارت بهاي الزاوية، بعدين صارت بهاي الزاوية، اللي هو هذا آخر شيء. إذا أنا شو راح أستنتج؟ شو راح أحط أني بالجواب؟ راح أحط الدائرة هنا، يعني هي عبارة عن متسلسلة تمام. فآخر شيء يوم كانت هنا، إذا اللي بعدها شو راح يكون؟ هنا. زين، بعد شو عندي شكل؟ عندي شكل المثلث، وعندي شكل الدائرة السوداء. نجي نباع المثلث، مثلث صار هنا، وراها وين صار؟ صار هنا، يعني من خلال ملاحظتي طبعا، مو هيجي. وراها وين صار؟ صار هنا، وراها صار هنا. إذن وين راح يكون؟ يعني هذا آخر شيء هنا، بعدين وين راح يكون؟ يكون هنا. زين، ثاني الحال عندي الشكل انه هو راح يكون الدائرة بهذا الزاوية، والمثلث العفو يكون بهاي الزاوية. اذا هذا انا اصلا راح استبعده، وهذا راح استبعده، وهذا هم راح استبعده. يا اما راح يكون الخيار بي، يا اما يكون الخيار سي، ويكون اعتمادنا على النقطة السوداء. اذا هنا راح نشرح النقطة السوداء تمام. النقطة السوداء كانت هنا تمام، وراها صار عندي دائرة. عن طريق شرحنا شلون تتحرك الدائرة مع عقارب الساعة، صارت هنا. يعني انت تمشي شنو؟ انت تمشي خطوتين بكل زاوية، صارت هنا بقوا. وراها شو صار؟ صارت هنا، وراها هنا، وراها. يعني هذا ايش يصير عندي؟ يعني دا تمشي نقطتين بكل زاوية. بس العفو ان انا رسمتها غلط تمام. دا تكون هنا دا تمشي، بدا تتبهون هنا عندي اني زاوية، وهنا عندي زاوية، وهنا عندي زاوية، وهنا عندي زاوية تمام. فهي دا تمشي بكل زاوية نقطتين نقطتين تمام.
إذن وين راح تكون هسه؟ بس العفو صار انه انفصل أعرف الطلاب إنه صار عندي فصل بذات الشهر، ما أعتذر عن هذا الشيء، إن شاء الله راح أصلحه بأقرب ممكن، أقرب وقت ممكن، تمام، بس تلومه إذا موجود عرض. نعم يا سيد كوثر. This session is no longer being recorded. تلومه كوثر العرض. راح العرض عندك؟ إيه ما أعرف إذا موجود عندكم العرض، لأنه هو بقى آخر سؤال أني وفصل الشهر. تمام، أني لأنه يمي ما فصل يعني معلقة يمكن الحاسبة، بس ثواني تمام سترنا أو أعتقد ست تسمعيني ست كوثر؟ إيه ستسمعش. تمام، بس أعتقد فاصل عندك النت بالحاسبة. تمام، يعني هو ده شو يعني عرض، هو اوكي انا رجعت كنكت على الحاسبة، بس ده بتعرف السؤال إيه الاخير بس ظهر. هو كان ظاهر السؤال الأخير، بس لحد الآن أنا ما طلعت لي ترى بالحاسبة، ما داخلة، فقط الصوت عندي اللي داخلة منه بالتليفون. تمام ست اوكي. طبعا شكرا جزيلا ست كوثر، شرحك كان مميز جدا، بس يا ريت اطلب من الحضور ان يسجلون برابط الحضور اللي ينزل بشات المنصه، يا ريت الوقت بين ما نرفع ست كوثر ترجع على السؤال الاخير. جزيت لك الدعوه ست، بس اذكركم برابط الحضور موجود بشات المنصه، يا ريت تسجلون حضوركم. تمام سلمى، شكرا جزيلا. شكرا. ما أعرف إذا ظهر. The recording has started. نعم موجود. تمام، إحنا نرجع على السؤال الأخير. ذكرنا إنه إحنا عندنا مربع، تمام، واستنتجنا كل الفكرة، لكن بقى عندنا إنه إحنا نختار الخيار، تمام. فكان عندنا إحنا مربع، قلنا إنه إحنا الدائرة تمشي مع عقارب بساعة، تمام، فعندك المثلث ده يمشي عكس عقارب الساعة، تمام، فالدائرة راح تكون بهذا الخيار، والمثلث اللي هو راح يكون بعكس عقارب الساعة نعدل، تمام، فوراها انه هو ظهر هنا، وراها ظهر بهذه الزاوية، وراها ظهر بهذه الزاوية، راح يكون ظهوره بهذه الزاوية، تمام، عكس عقارب الساعة. وقد فكرتنا الأخيرة حسب الدائرة السوداء، تمام، أنا ذكرت لكم إنه الدائرة تتحرك نقطتين بكل زاوية، تمام، يعني تمشي بهذه الزاوية هنا نقطة، وراها تمشي بالتسلسل هنا نقطة، وراها داخل الشكل نقطة، خارج الشكل نقطة، داخل الشكل نقطة، خارج الشكل نقطة، أوكي، داخل الشكل نقطة وخارج الشكل نقطة. قصدي الشكل يعني أنا أكيد راح يكون عندي مثلث أو دائرة، تمام، فمن راح تكون هنا انا قلت لكم خيارين، خارج الشكل نقطة، اذا وين راح تكون هنا داخل الشكل، يعني وين راح يكون عندي يعني النقطة السوداء هنا، لكن انا ما ظهر عندي شكل يعني بالاعتماد على حركة الدائرة والمثلث، فراح يكون احنا كنسلنا طبعا هواية خيارات عن طريق حلنا للدائرة والربع دائرة والمثلث، فكان خيار يا اما سي يا اما دي، فعن طريق حلنا العفو يا أما بي يا أما بي اللي هو عشان هنا المثلث وربع الدائرة، والمثلث وربع الدائرة كان فقط
انه احنا نريد نتأكد من الدائرة السوداء وين راح تكون، فعرفنا انه احنا الدائرة راح تكون بهذه الزاوية مثل ما رسمنا، اذا راح يكون الجواب هو ب. شكرا جزيلا لكم على الاصغاء للمحاضرة، اتمنى انه انتم فهمتوها واخذتوا وجمعتوا هواي افكار وطرق للحل اللي ما يكسبت لومه. This session is no longer being recorded. شكرا جزيلا ست كوثر وعاشت ايدك، وان شاء الله يا رب يكونوا استفادوا اقصى الاستفاده من شرحك ومعلوماتك القيمه. الطلبه اللي موجودين ويانا كلتهم اللي جايين يستفادون طبعا، مو اللي جايين يشوشون على البقيه، يا ريت انه تلتزمون بالضوابط والتعليمات. احنا ما نحب نطرد اي احد، احنا جايين حتى انتم تستفادون، يعني اليوم عطله واحنا جايكم، ست كوثر تعبت وياكم وشرحت لكم، ومع هذا المفروض هذا الشيء البعض من عندهم يقدرون هذا الموضوع وما يشوشون على البقيه، كلام مو حلو، هذا يرجع لكم، يعني كل واحد يعكس اخلاقه، البقيه جايين دا يستفادون من هذا الموضوع، احنا ما نحب نطرد احد لان نتمنى الكل يستفادون من المحاضرات اللي دا نقدمها. شكرا جزيلا سيس، واعتذر منك. شكرا اليك. إذا رابط الحضور موجود في شات المنصة اللي مسجل حضوره، يا ريت يسجل حضور. أي سؤال أو استفسار تقدرون تسألون ست كوثر حتى تجاوبكم عليه، لكن مو إعادة، لأن الإعادة موجودة على اليوتيوب. إن شاء الله راح أنزلكم الفيديو المحاضرة اليوم مسجلة، راح تنزل على اليوتيوب الخاص بدائرة الرعاية العلمية، وأيضا ملف المحاضرة ينزل على التليجرام. فقط تكتبون اللي ما عنده الروابط، فقط تكتب دائرة الرعاية العلمية بالعربي، راح يطلع لك اليوتيوب تليجرام وفيسبوك أو أي موقع ثاني خاص بدائرة الرعاية العلمية. طبعا لا تنسون انه نذكركم موعدكم الساعة 9 ان شاء الله، راح تنزل اسئلة بخصوص محاضرة اليوم وايضا محاضرة يوم غد الاستاذ معن، لانه ما نزلت اسئلة البارحة، كانت اسئلة اختبار شاملة، اليوم راح تنزل لكم فقط اختبارات خاصة بمحاضرة اليوم ومحاضرة الامس اللي كانت الاستاذ معن عن المتسلسلات، يعني اليوم موضوع متسلسلات والأشكال المتممة، راح تجيكم أسئلة من الساعة 9، لا تنسون حتى تدخلون الاختبار. أي سؤال أو استفسار تقدرون تسألوا عبر شات المنصة حتى ست كوثر تجاوبكم عليه، لكن بدون إعادة. شكرا ست، شرحك يجنن وأنت تجننين، ربي يحفظك، أنت عسل مشكورة ست، هذه إلش الكلام الحلو. شكرا ست، شرحك كلش حلو. شكرا لكم، اكيد هذا من ذوقكم، وان شاء الله يا رب تكونون تستفادون، وربي يوفقكم اللي جاي حتى يستفاد من هذه المعلومات، نتمنى له اعلى الدرجات ان شاء الله. اذا ماكو اي سؤال او استفسار بخصوص الورشه اليوم، اعرف ماكو اي سؤال اعاده للسؤال، بس الله يخليكم. السؤال التاسع، اوكي مو مشكله، راح اعيد لكم السؤال التاسع، تمام مو مشكلة، ست نعيد لهم فقط السؤال التاسع يعني إذا ممكن وقت. تمام نرجع للسؤال التاسع. بالتقييد الطلاب تمام. السؤال التاسع مثل ما ذكرنا إنه إحنا عندنا دائرة داخلها دوائر، والدوائر داخلها تكون دوائر باللون أبيض واللون الأسود، تمام. فعندنا هنا إحنا دائرة مثل ما ذكرنا إنه إحنا ما عندنا فد شكل إحنا قاطع وياه، أو شكل إنه هو مثل مربعات إحنا نسوي تقاطعات أو يجي أمور، تمام. فراح يكون عندنا هنا مجرد أو مثلا عندنا أشكال أو أحجام، فقط نعتمد على إنه الشكل ده يتكرر بدائرة أخرى، مثلا دي هاي الدائرة لها مشابه اللي هي بهاي الدائرة، تمام. لكن شنو الفرق؟ إنه الفرق راح يكون هذا اتجاه يمينها راح يكون اتجاه يسرى، تمام. مثلا عندي هاي الدائرة وين يكون مشابه إلها؟ مشابه إلها اللي هي تكون هاي الدائرة، تمام. لكن اتجاه شو راح يكون؟ هذه تكون إلى اليسار، هاي راح تكون إلى اليمين. شنو قصدي يعني إلى اليسار واليمين؟ يعني مثلا أنا عندي يعني دائرة بيضة بدائرة بيضة ورأسي بدائرة سوداء، هنا شو راح تكون؟ راح تكون بعكس الاتجاه، يعني أوكي دائرة سوداء ودائرة بيضة، وهنا تكون الدائرة البيضة، تمام. مو بهذا الاتجاه، هنا بهذا الاتجاه،
إضافة إلى هذه الشكل تمام أكو مشابه إلى، طبعا هو الشكل اللي هو راح يكون بعلامة الاستفهام لأن ماكو إلى مشابه إلى هذه الدائرة تمام اللي بدائرتين بيضة رأسية ودائرة بيضة إلى اليسار راح تكون إلى اليمين، فراح يكون شنو المشابه لهذا مثل ما ذكرنا هو الجواب A. إذا عندكم سؤال على أو من أسئلة ما فهمتوها ممكن أن تطرحوها على الزبون. شكرا كثر عشد إيدك. الاختبار أيضا راح يكون بوزارة الشباب والرياضة نفس الموقع مال الاختبار ذاك اليوم اللي اختبروه يوم الأحد، وراح ينزل الرابط أعتقد نزل على التليجرام يوم الاثنين إن شاء الله، يكون الإعلان نزل يكون يوم الاثنين. أما بالنسبة للاختبارات الإلكترونية راح تكون بخصوص محاضرة المتسلسلات اللي هي كانت يوم غد، و العفو كانت البارحة، واللي هي اليوم تخص موضوع اليوم اللي هو الأشكال المتممة. باكر شنو الامتحان؟ باكر حسب محاضرة باكر شنو راح تكون، راح يكون الاختبار الإلكتروني حسب المحاضرة اللي تنزل. فقط عندنا يوم الثلاثاء والجمعة تنزل أسئلة شاملة. شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا سيد كوثر، تعبناك ويانا. لهنا انتهت ورشتنا، ماكو اسئله. مثل ما قلنا اللي يريد اعاده يدخل على اليوتيوب الخاص بدائره الرعايه العلميه. اكيد اللي دا يسال بس على الحل انه عنده طريقه ثانيه وده تطلع نفس النتيجه، فاكيد هو اختبارات ذكاء، وقلنا اكو اكثر من طريقه واستراتيجيه للحل. اذا طلع حلك نفس الشيء فاكيد راح يكون انه الطريقه صحيحه. شكرا ست كوثر، شكرا ايش سلامة، عاشت ايدك. شكرا تعبناك، وشكرا لحضوركم. نتمنى لكم كل التوفيق ونلتقيكم ان شاء الله في ورش واختبارات اخرى. لا تنسون الساعه 9 اختبار على التليجرام. نترككم في امان الله وكل التوفيق.